ما تأخذون أي قياما وصلاة، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا حديث مخوف جدا ومفزع حقا. رجال وأقوام يتعبون نصبا وينصبون كل هذا التعب، ثم بعد ذلك يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة، وجبال تهامة جبال بأرض الحجاز ممتدة امتدادا كبيرا، عمل كثير كبير. ثم يجعله الله ماذا؟ يجعله الله هباء منثورا. والهباء الغبار المتطاير المنبث في الهواء لا يرى إلا في ضوء الشمس. لله ماذا فعل هؤلاء؟ كانوا يعملون الصالحات، ثم بعد ذلك يعود الواحد منهم إلى الغش، إلى الحسد، إلى الكبر وإلى الكذب، يعود إلى محارم كان تخلى عنها. توبوا إلى الله أيها المسلمون، توبوا من عادة السوء، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذه رسالة فعوها واجعلوها حلقة في أذانكم، وارقبوا أنفسكم وإخوانكم وأهليكم، حثوهم حرضوهم على الطاعة حتى لا يتململوا، وبدعوتكم لهم تثبتون أنفسكم. وبعد، فإن الله جل ثناؤه قد أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق إلى أمة من الهمج الهامج يعيشون في جاهلية مظلمة وفي ليل أليل من الجهل، يأكلون الجيفة والميتة، يقطعون الأرحام، يأتون الفواحش ويسيئون الجوار ويشركون بالله. جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوثا من ربه جل في علاه، فوجد القوم يخرون ساجدين أمام أوثان عند أصنام نحتوها هم بحجارة، نحتوها من حجارة أو عجنوها من صلصال، ثم يعكفون عندها ساجدين. وجدهم الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم ولكل قبيلة منهم وثن يزعمون أنه يقربهم إلى الله زلفى، ومواكب العابدين تسعى إلى هذه الأصنام ليل نهار، أصنام وأوثان لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن أحد شيئا، حتى إذا ولد لهم مولود لا يكاد حتى يدرك الحبوة، أو لا يلبث حتى يدرك الحبوة، فيأتون به إلى ربه هذا ليعرفه. سبحان الله، هكذا وجدهم صلى الله عليه وسلم، وجدهم يموج الجهل بهم موجا ويمورونهم به مورا. فآمن به منهم من آمن، وخالطت بشاشة الإيمان قلوبهم، فعرفوا فضل الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم، وعرفوا منة الله تعالى عليهم به وفيه، وما أنقذهم به منه من النيران، وما أزال عنهم به من الغشاوة والران، فالتزموا حقوقه وعزروه ووقروه، واتبعوا النور الذي أنزل معه، ورعوا حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم التي أوجبها الله تعالى عليهم حق رعايتها، وكانوا أحق بالرعاية وأهلها، فأورثوا هذا النفس الزكي والنهج السوي من رعاية الحقوق النبوية التي أوجبها عليهم رب البرية، وأورثوا ذلك من جاء بعدهم من التابعين والأسلاف الصالحين، فسرى ذلك في أوصال الأمة
يتناقلونه جيلا بعد جيل وقبيلا إلى قبيل، حتى خلف خلف منهم كثير جهلت عقولهم ولم تعرف أفهامهم قدر رافع لواء الحمد يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، فضيعوا حقوقه وضيعوا معها رشدهم، وأفلت من يد الأمة أسباب العزة التي هيأ الله تعالى لها إنهم اتبعوه. أيها الناس، لقد حان للمسلمين وهذا أوانهم، وهم أحرياء اليوم وفي كل يوم، أن يدرجوا درجان أسلافهم الصالحين، وأن يسيروا سيرهم، وأن يهتدوا بهديهم في اتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى قد أثنى على من سار مسيرهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. هذا الفوز فإن أبوه وأبوا أن يتبعوهم يكونون بذلك عن الطريق زائغين ضالين آثمين. والله تعالى قد حذر في كتابه من مخالفة سبيلهم ومن مشاقة الرسول قبلهم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وقد تبين لكثير من الناس، وإلا فأين ذهب هذا الذي يسمعون؟ أين ذهب هذا العلم الذي يبلغهم ثم يخلفونه خلفهم ظهريا كأنها قصص تحكى تترى لأجل التسلية والتسالي؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم التي أوجب رب الناس على الناس أن يعتقدوا أن ما ينطق به وأن ما يقوله حق وأنه صدق، والله تعالى قد زكاه في ذلك فقال: وما ينطق عن الهوى، على إعادة الضمير على السنة والقرآن جميعا على أحد القولين. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا جاءك حديث صحيح من كنانة الرسول صلى الله عليه وسلم من معين السنة المشرفة فأيقن به واعلم أنه جد لا هزل فيه. اذكر الحافظ المزي رحمه الله في تهذيب الكمال في سيرة سعد بن معاذ رضي الله عنه عن الزهري عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال سعد بن معاذ: ثلاث أنا فيها رجل، يعني كما ينبغي، ثلاث صفات كانت فيه كان يعد نفسه بها رجلا، ثلاث أنا فيها رجل، وما عداها فإنما أنا رجل من الناس. فقال: ما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا علمت أنه حق. وذكر اثنتين عداها، انظرها في موضعها. هذا ميزان الرجولة عند العقلاء: ما سمعت حديثا قط من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله. فكونوا رجالا رحمكم الله، إذا جاءك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرك فيما صح عنه عن أهل الزنا في عذابهم أو أهل الربا في جحيمهم، فاعلم أنه حق سيكون. وإذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبئك وينبئك أيها الأب رب الأسرة أن من أصناف أهل النار التي